السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في مطبخ نورة. النهاردة هنعمل البيتيفور. هنعمل البيتيفور بكمية بسيطة جدا، وهتعمل لنا كمية كبيرة. تعالوا نشوف الفيديو ده هيتعمل ازاي، وازاي يطلع معايا البيتيفور ثابت والرسمة بتاعته ثابتة ومتتغيرش. كل ده هنعرفه بالتفصيل. لو عايز تعرفي الوصفة دي اتعملت ازاي تابعيني آخر الفيديو. مقادير البوتيفور معايا 500 جرام زبدة. انا بستعملها زبدة جنة او فرن لو احنا هنستخدم، او نيوزيلندي طبعا على حسب امكانياتك. طبعا حاجة غالية، فموجود دلوقتي ان انا ممكن استخدم جنة او فرن، بلاش كريستال لان الكريستال فيها طعم معدني مش هيبقى حلو في البوتيفور. هي جنة وفرن قريبين جدا من بعض وعن تجربة. معايا 4 بياض بيض، انا فصل البياض عن الصفار. في ناس طبعا بتحب تعمله بالصفار. الصفار يعني الميزة اللي فيه ان هو بقى بيدي نعومة، لكن بيخلي البتفوراية مكتومة شوية سنة، زائد ان هو بيخلي البتفوراية بعد ما فيش يومين كده تلاقيها رطبت منك وبقت عاملة زي ما تكون حاطة عليها مية معنى اصح. لو انت عايزة طبعا كريسبي كده وبيدوب في بقك، طبعا بنستخدم البياض البيض. بناخد 4 بياض بيض. معايا 1/4 كوباية سكر بودر او 175 جرام سكر بودرة. معايا طبعا فانيليا. معايا الدقيق 625 جرام دقيق، يعني نص كيلو توم. يعني لو هعمل كيلو هيبقى كيلو زبدة وكيلو وربع دقيق، وهيبقى 8 ابيض بيض، 350 جرام سكر بودر. هنبدأ طبعا نضرب الزبدة. الزبدة طبعا بحرارة المطبخ دلوقتي لان الجو بارد. الكلام ده احنا يعتبر لسه في البر في الشتاء، فالزبدة عندي شديدة شوية مش هينفع ان انا اجيبها من التلاجة، لكن لو في الصيف بقى هطلعها من التلاجة عشان خاطر هتبقى سايحة. هبدأ ان انا اضرب الزبدة مع السكر البودر. هنزل بالزبدة عندي بالشكل ده، عندي السكر البودرة. يفضل طبعا يكون منخول عشان خاطر بيبقى ساعات فيه كريستالات سكر. افك الزبده مع السكر البودره لحد ما يديني قوام كريمي. ولو عندك مكسر او عندك الكف بتاع المكسر استخدميه. هنبدا ان احنا نفك ده كله بايدينا كده. بعد ما ضربنا الزبده مع السكر لحد ما لونها افتحها بالشكل ده، هنبدا ننزل ببياض البيض واحده واحده لحد ما يختفي خالص، عشان خاطر البيض بيبقى فيه عرق، لازم هفك العرق بتاع البيض ده، ولازم ان هو يتشرب الزبده والسكر يتشربوا البيض. هبدا بسم الله. حطيت الفانيليا على بياض البيض. اول ما يتشرب عندي كده هبدا انزل تاني لبياض البيض. هنزل باخر حاجه من بياض البيض كده بعد ما اتشرب الزبده شربت بياض البيض. هبدا باخر حاجه اهو، وهنفذ نفس اللي انا عملته في الاول، هكرره تاني لحد ما الزبده تتشرب كل بياض البيض، وبعد كده هبدا انزل بيض. بعد ما القوام عندي بقى بالشكل دوت وبياض البيض اختفى تماما، لازم يختفي عشان خاطر ما يعملش عرق معايا والبسكوت اتعضم مني او البتفرات اتعضم مني. هبدا انزل بالدقيق. بسم الله. ما بلغش في التقليب. بعد ما بقت عندي بالشكل ده كده ما بلغش في خلط الدقيق بالمكونات ديت عشان ما تشدش مني. هبدا ان انا اقطعها على طول. عندي البلبله اللي زي دي كده نفس الرسمه دي بالشكل ده، وفي كمان واحدة تانية بالبلة دي برضو بالبتيفور. هنبدأ ان احنا نقطع. وفي الأكياس اللي زي دي اللي هي بتاعة الحلويات دي الاستخدام الواحد، هنعمل الشكل ده كده. بسم الله.
عندي شرايح لوز زي كده، هبدأ ان انا ازين بيها لو حابه بالشكل ده كده. اول حرف احط بندق، ممكن اخليها سادة، ممكن زي ما انتوا حابين. انا اعملها كده بالشكل ده، باللوز بالشكل ده كده، او نحط لها بندق او نخليها سادة على حسب راحتك وعلى حسب اختيارك. هنبدأ نعمل رسمة تانية. الوردة اهي العادية، بعد ما قطعنا الصيف بالشكل اللي احنا شايفينه دوت، لو حابين نضيف برضو مكسرات او بندق او نعمل مكان للشوكولاته او نعمل مكان للمربى، ندوس كده في النص نعمل فتحه صغيره او تجربه صغيره كده، بحيث ان انا لما اجي اطلعه بعد ما يستوي احشيه شوكولاته او احشيه مربى او احشيه الحشو اللي انت عايزاه بالشكل ده كده. هقطع البوتيفور كله بالشكل دوت وهدخله على درجة حرارة 180 درجة، ياخد لون ذهبي فوق وتحت، واطلعه ان شاء الله. بعد ما البوتيفور طلع عندي من الفرن بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، عمل معايا كمية حلوة، عمل معايا كمية يعني ما شاء الله من نص كيلو زبدة. عملنا كل الكمية ديت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. تعالوا بقى نحشي مع بعض البوتيفور ونشوف كمان شكله من تحت عامل ازاي. البوتيفورايه شكلها عامل ازاي من تحت. البوتيفور عندي مستوي وذهبي من تحت زي ما انتم شايفين كده. هنبدا ان احنا نحشي. الحشوات اللي هتبقى معايا هيبقى معايا شوكولاته بيضه بالشكل ده كده او سمرة اللي انت عايزاه، معايا مربى مشمش كريمي، معايا مربى حليب، معايا فورماسيل، معايا جوز هند عشان دوت اشكل بيه. هبدا بسم الله الرحمن الرحيم، هبدا ان انا اخد وليكن مربى مشمش بالشكل ده كده واضيف على البوتيفورايه كده عندي. واخد واحده كمان زيها بالشكل ده، هبدا انزلها في المربى. بالشكل ده كده انزل بيها بجوز هند. واسيبها تبرد عندي على كيس بلاستيك او ورقة زبدة متوفر عندك. هنعمل كمان واحدة. اخد جزء من مربى الحليب، دي بتتباع عند مستلزمات الحلواني، بتيجي جاهزة بالشكل ده كده. قفلتها بالشكل ده كده، هبدأ انزلها في الشوكولاتة عندي كده واصفي حلو الشوكولاتة. واحاول ان انا برضو لما احط لها زيت ما خففهاش قوي، لان الشوكولاته البيضه غير السمره بالشكل ده كده. وابدا اخدها على الكيس بتاع اللي انا حاطاه كده لحد ما تبرد. هنعمل كل الكميه بالشكل ده، هعمل كمان واحده. بالمربى بالشكل ده ناخدها في المربى برضو، ننزل بيها في الفرنسيه. بالشكل ده كده هنعمل كل الكميه بالشكل اللي احنا عملناه قدامكم ده عشان ما نزودش عليكم الفيديو، وهنرجع نشوف احنا عملنا ايه. بعد ما خلصنا من تزيين البيتيفور بالشكل اللي انتم شايفينه دوت، بكده يكون النهارده خلصنا الوصفه بتاعت النهارده. يا ريت ينال اعجابكم، لو عجبكم النهارده الفيديو عجبكم الوصفه النهارده، يا ريت اعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس تعملوا لايك عشان يوصلك كل المواد دي. وبالهنا والشفا.